واحد اثنين ثلاث. اوه والله المنظر ما اقواه. يا سلام وليد كيفك؟ اسمع اذا شايف الفيديو انت رتبت الغرفة، حطيت تختي هون، سرير هون زي ما هو خليته، سريرك كان هيك خليته هيك، وجبت مكتب هون خفيف خفيف، بس ضل الكرسي. كيفكم؟ شو اخباركم؟ طبعا سويت هيك يعني هيك سمول سيت اب، فاهمين كيف؟ حطيت الكرسي هذا، بس هذا الكرسي هيك مؤقت لانه الكرسي تبعي جايب الشحن لسه ما وصل لهلا يعني، فبس طلع والله اشي اسطوري. سيبكم معلقة الملابس هاي، بس انه الماوس هذا المفروض انه مش وايرلس، المفروض انه سوري انه وايرلس، ولكن الشاحن تبعه مش لاقيه، فبس الاقيه بصير وايرلس. هلا خليه واير. وهذا طبعا اللابتوب بحضر عليه المحاضرات الصبح، وهذا البي سي. وماما طبعا فيديو اليوم عم تسوي لنا نسكافيه، عشان انا راح اليوم راح اتحكم بحياتها لمده يوم كامل. هلا بتشوفه. اوكي. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ورجع لكم فيديو جديد وبلوج جديد. اخوان البلوج هذا ماما اصرت تعمله، يعني هي اللي اقترحت علي تعمله. جاي على بالي اول مره ماما تقترح علي فيديو. المهم اقتراح ماما اليوم قررت انه انا اتحكم بحياتها لمده يوم. قررت تتحكم، قررت انه انا اتحكم بحياتها لمده يوم كامل، صح؟ ويعمل كل اللي انا بدي اياه. اصلا هذا ما عمل في عقاب، اصلا هذا بر الوالدين. بعدين رح احكي لكم. يلا. المهم اخوان، فماما هلا رح تبدا، بعرفش هي حاطه مفروض قائمه طلبات بتجهز فيها لها 3 ايام. عشان اول شيء انا اليوم جاييني ضيوف. طيب فهذا البيت بده تشوف في مسح هون، اياد كان بياكل بده تمسيح، في هون العاب بدها لملمه، الصالون بدي اياه هيك وجوج بطوي تمسيح. تمسيح تمسيح هسه حالي. بدي اشوفه مثل المراي. يلا هات اشوف مثل المراي. حاضر. بدي امسك لك الكاميرا اشوف. بدك تمسح بجاكيتك يعني؟ هو على استني، ما هو لازم ايش؟ بالله في عنا فانيلا داخليه عشان امسح فيها. او عندنا بلوزه قديمه مثلا الي. احنا هيك الامهات نستثمر كل شيء حتى اخر لحظه. بسم الله. يلا اشوف هاي. لا هاي اول غلطة. اوكي بتاخدها وبتعليها بخزانتك بسرعة. اسمع بس استنى حجي. لا شكرا لك. بمسحني كاسة نسكافيه تبعتك. لا كاسة نسكافيه انا اللي عملتها. لازم اول شيء عشان تضوف وشك هون لازم تلم الكراكيب، يعني شوف هون في كراكيب، هون في اشياء ما الها داعي. انت بتعمل خدعة عشان الضيوف هيك. تمتحي شوفي اشوف. طلعي والله منظر. لا عصبي بصير ارفعهم. اوكي بمزح بمزح. شيل شيل عصبي شيل. فبتلملم وبتنظف وبترتب وبتمسح. ماشي انا حاطه كاميرا تراقبك وانتو شاهدين عليه. انا بدي اروح اجيب غرض يعني. شو غرض صار؟ شو جابه هون؟ يجيبك والله يجيبك. شو هذا؟ انا ما حشتغل هيك. احسن اسي اغراض. انا يا بشتغل على نظافه. يا ما بشتغل. شايف البرداي اللي وراك؟ بتسكرها منيح، بتزبط منظرها، كل شيء على الليبرا. بدي شو يعني الليبرا؟ يعني على التكة. شو يعني التكة؟ عصوم شو بتعمل؟ شوف شوف الله يكملك بعقلك. والله حلوة. شوف شو مكتوب عليها. شو مكتوب عليها؟ The little man. ايش ولا moms little man. الرجل الصغير ما شاء الله. طيب يلا اعطيني احضري لي. هلا شو حيصير؟ اول شيء عشان في هون شويه وسخ بتسوي هيك. لا راح نسكافيكي، راح نسكافيكي. اجي عليها شيء؟ لا ما اجى. خفيه ماما حتى. طب شم افرز مش عارف. نسكافيه مع صابون؟ بالله عليك عمرك جربتيها؟ عمرك جربتيها ولا لا؟ نسكافيه مع ملمع. طيب ها طاولات. ماما اسمع ايش اللي بصير؟ احنا بس بنشوف الاشياء الوسخه هون نضيف خلص تمام اللي بعده. تعال هذا كانت امي الله يسهل عليها تقول هاد شغل اللطوطه. تعال ايش بتعمل انت؟ ايش مش هيك؟ ما مش منيح هيك؟ كلها بتنمسح هاي. طب هلا انت شايفه وسخ؟ انا شايفه كل شيء. انت شايف هاي؟ طلع والله اصلا هاي المنطقه عمره ما حد وصلها. انا شايفه انه في غبره ما خصني. اوكي يلا ها. ما راح اروح احط الكاميرا، راح اضلني انا اراقبك. اسمع هلا هذول تحته مش مبين، بخليهم زي ما هم. معتصم كل شيء بينمسح. اي طلع ما حد ما في ضيف
طبعا انت مثلا مو تخيل انت تجي ضيف قال ايش بدي اطلع هون شوفي خلاص ما طب بلكي انا اضطريت ارفع هاي اضيفهم منها بنحطها هي. بهتم بالديتيلز لانه انا ما بدي احكي لا فكي تاني يا عليك يا عصو هذا ايش ايش كمان ليه بتلمعوا طيب هاي صرفنا هاي بانطاليا رحنا الرافتينج دار ماما انا اهم شيء عندي تفاصيل يعني وهاي كمان صرفنا حلوة كانت وبس والله اخوان ما شفتوا كيف يتلمع لا لا بصراحة ادهشني كمان شوفي شوفي شو عمل هون عشان نضيف سكر الشوكولاتة منيح شو بيعمل بيلمع بالشوكولاتة لا لا شوفوا ولع لي قال الشمعة شوف شوف الجو الأجواء اللي عملها عصومي لا وهون تعال شوفوا شوفوا ولع لي هون كمان شمعة شو بتعمل عشان بس يشرب ماما انت مش راح تترك الكاز اللي تكبه ولع لي الشمعة الثانية لا بصراحة صراحة كيف الله يعني هون الحمد لله أمورك تمام أنا عني طيب بقيمك يعني 10 من 10 بس ما بعرف عاد المتابعين شو بقيموك تمام يلا اللي بعده يا ربي ما يقيموك كتير يلا عصومي بتعرف هلا شو بدي؟ شو بدنا؟ حماس ونشاط وهمة زي ما انت بالمريل اللي انت لابسها على رقبتك بدك تنزل على الخضرجي تحت تشتري لي فواكه ما تفكر بالموضوع لا 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 هاي ما بتنج انا قلت لك بدك تسمع كلامي وانا بدي اتحكم طب ما هو هذا وطر بر والدي مش انت شو انت عملت اسد ولبستها وضليتك هو انا كنت بمزح لا بدك تكمل وتنزل تحت على الرجال عند الفواكه وعادي الناس تشوفك وخليك مبتسم وامورك تمام بدي فراوله وبدي موز وبدي كلمانتينا وكم حبة تفاح بس مش أصفر أحمر وإيش كمان؟ كلهم بالمريلة؟ بالمريلة مش منطق يا إخوان متأكد أنت ماما؟ طبعا عصومي الله رحمك شوي إنه الدنيا شو بلشت تصير مغرب فأنا ركبنا, ركبنا, ركبنا المصعد ولا ديكة صغير هيك بتطلع فيه طلع هون انهبل الولد بتطلع بعصب عصومي دار وشه عنه اسمع اخص من هيك عملت انا لا ما شفت الاناقة كمان شوف عصومي كيف ماشي ومنزل راسه عشان ما حدا يشوف المريض في راس كتير جوا لا هاي بدي اطلع هيك عادي خليك صريح ومتصالح مع نفسك اسمع احنا هنمشي هيك اسمع نتسوق هيك برضه لا ارفع راسك خلي المريال تبين ماما بدي موزة بس مش من هاد من هاداك لا لف وشك على الناس ماما هيك موز بدي على حظ عصومي المحل اول مرة مليان ناس فل يا اخوان اول مرة دوام نيجي فاضي اول مرة فل من هاد بس عصومي نقي منيح مش لانك لابس مريلة عادي لك وشك على الشباب عصومي ليش مستحيل ايوه خليك متصالح مع نفسك خليك جريء شو بدك؟ بدك رمان؟ هلا باخذ راحتي محل فاضي عصومي عمل حاله يلو ساعة بينقي برا عشان يروحوا الناس مشكلة الزلم قاعد بحكي معي ما بطلع بتطلع علي هيك هيك بطلع علي بطلع هون ما بطلع وجهي بحكي معي بتطلع هون يا عليك مسك الكيس عبينا تفاح هو مو عارف مش عارف هو ايه مش عارف يعبر مو شايفه اشي غريب في عصومي طبعا جنى هلا اجت من برا ركزي سند كانه سند مع لحيات عصومي ليش هم معاقب طب مضطر بيجي معاقب على شو ما تتحكم بحياتي غير كامل هي طب
خلص اخوان وصلوا هذا الفيديو 3 لايكات ونص وانا بتحكم بحياتها عشان انا اتحكم بحياة جنى. لا بلا 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 الفيديو الجاي عصومي راح ينتقم من جنى. لا انا ما قلت لي شيء بس اسمع قال ماما بتعاقبني وانا بنتقم من جنى. شوف خلاص بس تمام وصل فيديو 4 لايكات طيب ونص ونص. طيب انا عندي فكره اذا 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 عملت الجزء الثاني عصومي حكم بحياتي بنشوفك شو بصير. لا مش حنشوف رح نعمل انتوا قاعدين بتضيعوا بالفيديو لما خلصتش ايش خام لسه في عنا اشياء ثانيه. خاب بكفي تحكمتي بحياتي باشيين. لا 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 اصبر لسه في شغله انا بدي تلاقي في الحمام. عفوا هذا ما كان ضمن الفيديو. ما كان ضمن التحدي. تعال تعال شاي هاي حس سريع فوت ايوه برافو باي ما انضف الحمام. فوت هلا بجيب لك. شوف شوف احنا ما بدنا ندير مية اه بدنا نمسح ونلمع زي قبل شوي بس هيك على ليفل اعلى شوي ماشي. هلا بجيب لك المنظفات خليكم ارفع السجاده من الارض يلا شكرا بنحكي ما بدنا نرمى مي بدنا نمسح. نمسح شو؟ بدك تمسح والسجاده بالارض. يلا عصومي هدول هديه مني لك. يلا شوف راح اراقبك عصومي. لا شو اتفقنا بنرفع الاغراض بدون لطوطه. أنا بس تسمعني أمي بتتذكر الكلمة كانت دايما تقولنا إياها. لا مش حمالة أنا. لا هو العصومي تحكم في حياة عصومي مش في حياة جنى. جنى ما لها علاقة. لا حمالة نظافة نظافة آه نظافة عشان تمتص كل شيء. برافو عصوم أحسنت. تمام تمام زيح الأشياء ونظف. لا ما في اشياء بتيجي هيك وسخ انكيس بتيجي هيك لا ما في انكيس انكلودد بتيجي ما في انكلودد اي شيء ابدا. انا بس عاجبني اكثر شيء بالفيديو المريه اللي انت لابسها. ايش اسمه العطر هذا؟ هذا اسمه جنى او والله اسمه جنى. هذا اله هديه لجنى. شفت؟ شو تعرف معنا هذا الغرفة دي ليش حطوا الحمام؟ لا ايه؟ تحمم فيه ترى قلت ايه والله حرام عليك. عصومي هي جبت لك سجادات نظيفة جديدة للحمام. بتشيل هدول وبتمسح الأرض. برافو أحسنت عصومي هيك أنت مخلص. كيف الله؟ يعني هون انا مصدومه من هذا. هاي ما راح يطلع فوق. انا اصلا ما بشوفها عصومي. لا انا هاي الموقف ما بشوفها. مش انت طويل؟ مد ايدك هيك. ايوه برافو عليك احسنت. امسح الارض احسنت. لا عصومي راح تتعاقب. انا حكيت راح تتعاقب. بايدك التنتين ونظف منيح وشد على الارض. انا شوف. بحياتي ما شفت انظف من الحمام صراحه يعني. اشوف طلع طلع بالماء بالماء بالماء. وين السجادات؟ الله يرضى عليك. طب اورجيهم اورجيهم قمه النظافه واللمعان اللي طلع طلع. حتى طلعوا المي كيف؟ لا لا وشوف المعدل قال جاب لي بشكير وحط لي اياه. يلا سكر وهاي على غرفه الغسيل لو سمحت. طيب ثاني شيء على عن جد والله ثاني شيء بدي تعمل لي قهوه ساده للضيوف. ما بعرف بدك تعرف شو بدي اعرف. ما بعرف والله. يلا بس وهيك بكون انا عفيت عنك. اول شيء عصومي حط مي في بريد الكهرباء اغلي المي. قهوتنا كثير سهله ترى. قهوتكم انتم مش قهوتي انا. انتوا ايه بصير هلا اكتبوا بالكومنتس عصومي تحكم بحياه جنى ولا جنى تحكم بحياه عصومي. وواحد من الكومنتس الحين كتب هيك لازم يجيب لايكات عاليه. واللي بيجيب اكثر واحد بيجيب لايكات عاليه يعني اكثر كومنت بيجيب لايكات عاليه من انا اتحكم بحياتي ولا تحكم بحياتي راح نسوي يعني تطلع اللي هوصف وفهموا خلص تمام تمام. هاي هو جاهزه يعني هاي مع هيل مع هيك كله صح. كم كم حط هيك حط ثلاث معالق هيك نص بلا هيك هاي لازم نغليها شوي. كيف يعني لازم نحطها هون ما بنغليها هاي ما هي ولازم نحطها على الغاز تفور لها شوي. بسم الله شوي شوي تعرف ولو كيف من كتر ما انت بتعرف لك ساعة بتكبس كبسة. اوكي يا لا 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 ما عرفتك يا ضيوف
ضيوف لزمان. شوفوا الفيديو بعدين بس تروحوا يعني وتشوفوا الفيديو. اعرفوا انه القهوة عملها على الصوم، فلو مش زاكية بدكم تشربوها لانه عملها على الصوم. اوه حطوا ما وحكت لي هيك عمل. لا لا ومرتب لي وصينية وفناجين. لا لا عصم معرفتك. لا كتير عصم لك؟ ادوقها عشان اطمن على مستقبل ضيوفي. تمام خلاص تمام ماشي يا معتصم سجلها هلا بتشوف العقاب. امسك يا والله. شكرا بسم الله. والله طيبة. طيب يا جماعة ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو. طبعا اخوان شو كش انا ما عملت كل اشي بنفسي بس لانه اخوان كل هذا اللي شفته اخوان هو والله جد والله هذا كل اللي شفتوه هو عبارة عن بر. هذا الاشياء اللي شفتوه بالفيديو المفروض انتم تعملوها. للأمانة مرضي مرضي للأمانة بس بدي اذكركم انه في فيديو لازم يتصور احكي لكم عن صوم والدهم مصغر شو بالضبط. هذا فيديو خرافي. فهي الاشياء اللي تشوفوها لازم انتم تعملوها بدون ما اهلكم يطلبوها منكم يعني لحالكم. صحيح بالضبط. واذا طلبوا منكم برضو مش مشكله. فالمهم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. تكتبوا لنا مين اللي يتحكم بحياه الثاني ليوم كامل. عصومي يتحكم بحياه جنى ولا جنى تتحكم بحياه عصومي. نراكم استنى منكم. سلام مع السلامه.